مشروع هو الأول من نوعه لتطوير الأزياء للسيدات لتظهر الهوية والبيئة المحلية المصرية في تلك الأزياء. غياب الهوية المصرية عن الأزياء الحديثة التي ترتديها المصريات لفت نظر محمد نصير مدير مؤسسة جذور للتنمية الثقافية، والتي تهتم بإحياء الهوية المصرية على عدة أصعدة. احنا ما عندناش في مصر حاجة اسمها ايجيبشن فاشون، دي الفكرة. احنا بنحاول ان احنا بقى عندنا لبس مصري معاصر مستوحى من الموتيفات المصرية، واللي انا بقصده بالموتيفات المصرية اللي هي من اول الفراعنة لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. ما نتج عن المشروع اكثر بكثير من مجرد ازياء، فلكل قطعة اصل وقصة. مثلا يعرف عن سيدات واحد سيوة بصحراء مصر الغربية التطريز بألوان محددة، لكل منها سبب يتعلق بالبيئة كما تشرح إحدى المصممات. الألوان دي بتعبر عن مواسم البلح، لأن هناك هم بيزرعوا البلح، فهم البلح بيمر بمراحل من بداية الثمرة لحد ما ينضج. ويقال إن هي زين كانت الوحدات دي عبارة عن يعني لغة، الوحدات دي عبارة عن لغة كانت بتطرز على الفستان العروسة بالباب العروسة المعروف هناك تقليدي بحت بيلبسوه حتى الآن. كان معروف إن هي زي حاجات بتحميها من العين وبتحميها من الحسد وكده. المصممات اهتممن أيضا بتحديث الزي التقليدي الأسود لسيدات صعيد مصر، والذي يعرف محليا بالملس، مع تغيير اللون من الأسود إلى الأبيض. كان لمنطقة النوبة في أقصى الجنوب أيضا نصيب من جهود تحديث الزي وإبراز الهوية. أنا بشتغل على النوبة، النوبة ما فيهاش فاشن بس فيها آيتمز، فيها ألوان، فيها أيقونات ممكن نشتغل عليها. النوبة عندهم حاجة اسمها جرجر، في منه أبيض وفي منه أسود، وهو بيبقى دونتيل أو تول. فاحنا خدنا الفكرة من هنا، بس عملنا مودرن أكتر بأن احنا قصرناه وعملنا الدونتيل من فوق والتول عشان يبقى شكله مختلف، عملناه أوسع شوية، عملناه مودرن. المشروع لن يقتصر على تمصير أزياء السيدات، بل يكر صاحب الفكرة في أن تمتد إلى زي الرجل المصري. رجل الدين المصري بقى إحنا بدل ما هو كان بيلبس جبة وقفطان اللي إحنا نعرفها، بقى يلبس جلابية بيضاء بتاعت السعودية مش بتاعتنا، والطرحة اللي بيحطها على رأسه ده غزو، وده في ميل وده ميل فاش. الفكره الثانيه التقنيه، ان المصممين لما بنتكلم معاهم ليه ما بتعملوش حاجه للرجاله، هم عندهم راي انه هي مش بتبيع كويس، مساله تجاريه بحته. الاعتزاز بالهويه ليس جديدا على المصريين، وان كان نجاح تصميم واحياء ازياء مصريه معاصره تبرز تلك الهويه يعتمد على مدى ملائمتها للحياه اليوميه. رانيا صبري، بي بي سي، القاهره.